مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الاتحاد. كما عودناكم أن ننتقي لكم الأفضل والأكثر تميزا. رحبوا معي برجل الأعمال سعيد المازمي، صاحب براند إكس ديزاين لصناعة العطور والبخور. يسعد مساك أستاذ سعيد. مرحبا أستاذ. بداية حابين نعرف أستاذ المشاهدين بشخصك الكريم، تفضل. أنا اسمي سعيد المازمي من إمارات الشارجة، وشغال في المجال هذا طبعا في العطور او في اكس ديزاين من سنه ونص تقريبا، وعندنا مجموعه مجالات اخرى في التجاره. نعم، حابين نعرف اكثر عن براند اكس ديزاين، ومتى كانت البدايات وشو هي طبيعه العمل؟ في البدايات نحن طبعا انا من عشاق العطور. نعم. احب، عندي شغف في العطور او في استهلاك العطور بشكل نعم. عام عندي كولكشن خاص في البيت، مجموعة عطور كبيرة، ولليوم يعني عندي أنا براندي الخاص وعندي براندات أخرى يعني حطها أحب أستخدمها. وصناعة العطور أو استخدام العطور هذا يعني يكون في شغف للشخص هذا نفسه، أو عنده مثل نفسية الإنسان يعني تتغير. نعم. فقلنا نحن خلنا نشتغل في مجال العطور دامنا نحن من محبين العطور. نعم. فقلت خلنا يعني أشتغل في المجال نفسه، وما شاء الله بدينا فيه، والحمد لله اليوم يعني وصلنا لمرحلة بسيطة من اللي نبغى نوصل له يعني إن شاء الله في المستقبل. نعم. لو حكينا شو هو العطر؟ العطر سؤال هذا حساس جدا. نعم. العطر قصة مثل الصورة. الصورة اللي توصل للإنسان رسالة. نعم، فكرة معينة. والعطر نفسه يعني العطر نفسه مسج. الإنسان يوم يتعطر من ريحة معينة يعبر يعني أو يخطف من طرف حد، يوصل له رسالة أنا شو شخصيتي. نعم. إذا كانت شخصيته جامحة قوية، إذا كانت شخصيته هادية أو إنسان هادي طبيعي، إذا كان إنسان عصبي، العطر سبحان الله يعني يفسر الشخص قبل ما يتكلم. ففي عشان كذا يكون في اختلاف في الذوق في اختيار العطور. صحيح. اختلاف العطور نفسها وروائحها، في منها القوي، في منها الخفيف، في منها الهادي، في منها اللي يتم وايد لونج لاستنج، في منها اللي ما يتم ابدا يعني بس بخت ساعه او نص ساعه. وفي ناس يحبون هالنوع يعني جست انه نص ساعه وما بيزعجني بعد النص ساعه. واختيار الانسان للعطر نفسه هذا يعني اكبر دليل لشخصيته لذاته. نحن نحصل الاشياء هاي طبعا في عمليه المبيعات. موظف السيلز يواجه الناس واختلاف الاذواق اللي هم يعني يواجهونه مع الشخص او المستهلك اللي يشتري العطر. نعم. او يختار العطر. شو هي انواع العطور؟ والله انواع العطور مختلفه. عالم العطور كبير. صحيح. كبير جدا. في حاليا اللي في السوق المتوفر في السوق في عندنا يعني المتعارف عليها هي البراندات العطور
العالمية اللي هي الصناعة، صناعتها كصناعة، نتكلم مجال الصناعي. في عنا العطور الصناعية، في عنا النيش، عطور يسمونها النيش. يمكن أول مرة تسمعين عن النيش. عطر النيش هو العطر المصنوع من المركبات، مش ما نقول مركبات، من استخلاص العطر من الوردة، من رحيق الوردة. نعم. هذاك يسمونه نيش، عطر طبيعي، غير عن العطور الصناعية اللي موجودة حاليا بشكل عام. يعني في هذيك النيش موجودة في السوق، لها أسعار مختلفة. يعني أرخص واحد يطلع فوق 1000 درهم. فالعطر، عطر النيش يحطون يوم يركبونه أو يصنعونه، يحطون المستخلص العطري من الوردة نفسها، من رحيق الوردة. يعني يابو لك شيء ريحته أوركيد، شيء ريحته مثلا أي، على حسب الجاسمن، يطلعونه من الياسمين، من رحيق الوردة. فهذاك النيش هاكي غالي. واللي منتشر حاليا في السوق كلها مركبات كيميائية، نفس عملية تذوق الأكل مثلا، يحطوا لك نكهة. نعم. وهي نكهات يتم خلطها عشان يوصلون الريحة اللي يباها المستهلك. فاللي موجودة حاليا عندنا نحن مثلا هاي مركبات صناعية توصل الريحة للمستهلك، مش طبيعية. البراندات العالمية نفس الشيء، يعني مثلا البراندات اللي موجودة في السوق العالمية في عندهم نوعين، في عندهم النيش وفي عندهم المركب الكيميائي. نعم. الصناعي. شو أكثر التركيبات العطرية، خلينا نحكي، الأكثر طلبا في السوق؟ والله كل سوق يختلف. نعم. سوق الخليجي، لو إجينا نحدد كإكس ديزاين، إكس ديزاين نحن حاليا مركزين في الفترة الحالية، يعني أول ما بدينا، ما نقول فترة حالية لأننا نحن بدينا بالشرقي. نعم. كنا مركزين على الفرنسي، عطورات الفرنسية، تركيبات الفرنسية. نعم. خلنا نقول الأوروبية، ما بنقول فرنسية، الأوروبية. عندنا عطور إيطالية، عندنا عطور إسبانية، عندنا عطور فرنسية صنعتها من فرنسا. التركيبات العطرية نحن نختارها روحنا. الروائح دائما يوم نسويها ما نحاول قدر الامكان ما تكون مشابهه لريحه عطر اخر. أكيد. يعني ما شاء الله الشيء اللي يميزنا اليوم ان نحن عندنا روائح ما تتحصل في السوق. يعني اي واحد يبغى يقلدها ما يقدر يقلدها بعد. نعم. او انها مش موجوده. ساعات يكون في عطور مثلا يقولك والله يجي الكاستمر يطلب يقول انا بعطر الريحه الفلانيه، نقول له عندنا، بس نحن عندنا تركيبتنا الخاصه. نحاول نسوي تركيبة أكثر طلبا. في روائح تيجي في السوق، تنزل في السوق، يكون عليها شغف من المستهلك. نعم. استخدمها فلان اليوم سوشيال ميديا، تعرفين كيف استخدمها طبعا. والله عطر فلان، بس أنا ما يعني، يجي مستهلك اللي هو الميدل كلاس يقول أنا با شيء مستوى عادي، لا هو غالي ولا هو رخيص، مستوى عادي وكواليتي. تحصلون عندنا هالشيء موجود. نحن عندنا في البرودكتس عندنا 3 ليفلز، مستوى عادي جدا، مستوى متوسط، مستوى عالي، موجود عندنا كل شيء. يعني موفرين للزبائن، لان الزبائن اللي يجون عندنا تقريبا كلهم يعني من كل الطبقات، كل الفئات. نعم. كل الفئات، ونحن نرضي الجميع يعني، ونحاول ان يعني نساوي حتى الكواليتي. يعني ما يجي واحد يقول لي والله اعطني شيء رخيص مش زين، لا، نعطي الرخيص الزين، لأن هاي في النهاية سمعتنا يعني. أكيد. شو اللي بيميز محلات إكس ديزاين، مجموعة محلات إكس ديزاين عن باقي المحلات؟ محلاتنا يعني مثل حضن الأم، يدخل فيها الزبون ما يطلع. نعم. يعني نحن نربي الزبون، هذا هدفنا. يعني الزبون اللي يدخل عنا ما نبا يطلع زبوننا. كيف بتقدر أنك أنت تكسب ثقة الزبون؟ عندنا وايد امور. مثل عندنا يا طولة العمر البرودكت، هذا قبل كل شيء. المنتج، نعطي المنتج مثل ما قلت لك انا قبل، نحن نصنع المنتج بشغف وحب. نعم. ما نصنع المنتج في غرض تجاري فقط. نحن تجاري صحيح، فقط مش فقط تجاري، تجاري بالإضافة صحي بيئي استهلاكي وما يضر الإنسان. نعم. يعني نصنع العطر عساس أن المستهلك يستهلكه وما نحصل سيئات من وراء، يعني أن نستهلكه وضريناه.
صحيا او بدنيا. ما في مضاعفات بتكون. ما في مضاعفات لان صناعتنا للعطر صناعه مثل ما يقولون بالبوك بالدفتر. مثل المعجم نفتحه نصنع العطر على الريحه النوت اللي مثلا نبى فانيليا، تركيبات الفانيليا كيف تكون، المخلطات اللي تندمج مع الفانيليا، شو اللي تدخل معها، شو اللي بنسب متفاوته صحيحه 100% دقيقه ودقيقه جدا بالمليغرام. ومن ضمن هذا طبعا عمليه صناعه العطر تمر في مراحل، يعني من ضمنها اللي هي التخمير. في كثير شركات يستهينون بمرحله التخمير. التخمير هذا شو فائدتها؟ التخمير شو فائدة التخمير؟ أصلا العطر يوم التركيب العطري يجهز تنخلط المركبات اللي نحن نبغى نوصلها للكاستمر، تدخل لازم تضيفين لها ماي مقطر وتضيفين لها كحول، تضيفين الماي مكحر مقطر والكحول مع بعض. بعدها لازم تدخل في جهاز، الجهاز هذا يخمر، تتخمر المواد هاي مع بعض. في وقت التخمير طبعا تطلع فيومز غازات. الأجهزة اللي نحن نستخدمها هاي مصدقة عالميا، لازم تتخمر لمدة شهر على الأقل، والأجهزة تم شغالة فترة التخمير وتشفط الغازات اللي تطلع من عملية التخمير هاي. نعم. يوم يندمج المواد، تندمج الماء مع الكحول مع التركيب العطري تطلع غازات. الغازات هاي كلها نحن عندنا تنشفط فاكيوم ماشين، يعني يطلع كله ويتعالج. نعم. ينفصل، يعني ينفصل فصل تام الغاز او اي عمليه تستوي تنفصل فصل تام عن المركب العطري اللي بيستهلك المستهلك في النهايه. نعم. فعسب كذا نحن نقول يعني في شركات مصانع اخرى عشان في طلب كثير يخمرون لمده اسبوعين ويسمونه مانيوال، ويعملون العملية هاي بطريقة يدوية، يحطونها في درامات ويغطون الدرامات. هالشيء نحن مش موجود عندنا، وهالشيء يميزنا نحن. البرودكت اللي عندنا نحن نشارط الكل يستخدمون البرودكت من عندنا، إذا عطسوا ما يشتري مرة ثانية من عندنا. ثقة واضحة. هي نعم. نعم. هاي نبصم فيها نحن. نعم. ليش؟ لأن عارفين البرودكت شو نعطيه للزبون. شو أهم إنجازاتك أستاذ سعيد في هذا المجال؟ والله نحن من أهم إنجازاتنا الحمد لله اليوم كنا بادين في العطور، دخلنا مجال جديد اللي هو الكوزمتكس ميك اب. طبعا نحن ندور الأشياء الاستهلاكية. نعم. مجالي الشخصي بعيد عن المجال التجاري اللي هو مثلا أو المجال المهني، خلينا نقول بعيد عن مجال البيع بالبيع السلعة يعني. فدخلنا مجال بيع السلع من سنة ونص وما شاء الله نشوف شفت شيء حلو وجميل. أكيد ما شاء الله. فحبيت إني أتوسع فيها الحين الفترة هاي. يعني شو نظرتك المستقبلية لإكس ديزاين؟ وين بتشوفها بعد 5 سنين؟ في هاردز لندن. في لندن إن شاء الله. إن شاء الله. إيه؟ إن شاء الله أستاذ سعيد. قبل 5 سنين. نجاح لنجاح. جزاك الله. ومن تقدم لتقدم. جزاك الله. في ظل الظروف اللي عم نعيشها ونسمعها بالوطن العربي، نحمد رب العالمين على نعمة الأمن والأمان بدولة الإمارات الحمد العربية لله. المتحدة. الحمد لله. من منبرنا هذا حابين نوجه تحية وكلمة شكر لشيوخ وحكام دولة الإمارات. تفضل. والله نحن من دون شيوخنا ما نسوى شيء. وما شاء الله والحمد لله والكل حاسدنا. دولة الإمارات اليوم شايلة المواطن، شايلة الوافد، شايلة المقيم في دولة الإمارات. الكل اليوم في روح واحد. صح. سواء كان مقيم أو مواطن، كل روح واحد. المقيم مواطن اليوم، والوطنية إيش بالجنسية مثلا تقول وهذا يقول أنا مواطن وهذا يقول أنا وافد. كل روح الشخص روحه شو تقول له؟ تقول لي أنا أنتمي لهذا الوطن فهذا وطني فهو مواطن. فاليوم الشخص اللي يرمي زبالة في الشارع وانت بكرامة هذا مش مواطن، لو كان لابس يعني لبسه يعني، بس ما عنده وطنية. صح. ما عنده وطنية. وطنية الإنسان لازم تكون بحبه وولاء للبلد، حبه لهالبلد اللي عايش فيها، حبه المكان اللي عايش فيه شايلنا. فنشكر شوفنا، نشكر هالوطن اللي شايلنا ما شاء الله يعني على كفوف الراحة، ونشكر شيوخنا كثير يعني.
وشكرنا مش واصل يعني الحدود اللي لازم توصل. نعم. مني ومن فريق العمل في نهاية لقائنا أستاذ سعيد بحب أتوجه لك بجزيل الشكر والاحترام لشخصك الكريم على حسن الاستقبال والاستضافة ولدعمك لبرنامج مبدي الاتحاد. شكرا. شرفت بلقاء. جزاكم الله خير. شكرا. لنا الشرف. الله يخليك. وجنود عليهم فخر بسماها نيشان فخر لنا دوم وأبد وبنت زايد في الوطن الله حباها ربت أجيال الفخر عز الطلب وجنود